ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. انقلب السحر على الساحر، الحلقة الثانية. لما أيقنت مريم العمراني أنها لن تستطيع الإنجاب وأن البحث عن علاج في سنها لن يكون أكثر من الجري وراء السراب، سعت إلى أن تحتفظ بزوجها طبيب الأمراض العقلية فاروق السائد. كانت تخطط لتجعله يحظى بالولد دون أن يفلت من يدها زمام المبادرة والتحكم في مجريات الأمور. رأيناها أمس كيف تذكرت عائشة تلك الفتاة التي التقتها في شفشاون، رأينا كيف دار بخاطرها أن تزوجها زوجها وأن تتخلص منها بعد أن تأتيه بالولد. كان الدكتور فاروق يرفض التبني، ولذلك لما عرضت عليه زوجته تزويجه على أن لا يتركها وافق. لم يضع سوى شرط واحد، أن لا تكون الفتاة قبيحة الشكل فيأتي الولد قبيحا. عدا ذلك أطلق فاروق يد زوجته مريم للتصرف. توجهت إلى شفشاون، قصدت الفندق الذي تعمل به عائشة، عائشة المرشان. التقتها، هيأتها للموضوع، زعمت لها أنها تريدها زوجة لشقيقها الطبيب. قالت لها إنه طبيب مشهور في فاس حيث يملك عيادة للأمراض العقلية. أقنعتها بأنه لفرط انشغالاته فوض لها أمر اختيار عروس له. رأت عائشة الشابة الفقيرة ويتيمة الأبوين أن زواجها من الطبيب ربما أخرجها من الفقر الذي يلازمها، وأن يجعلها تستبدل الأرض بأرض خيرا منها، كذلك فكرت. وعدتها مريم بأنها ستزورها ثانية وأن العريس سيكون معها. مرت أيام الانتظار بطيئة حسبتها عائشة دهرا. بعد أسبوع عادت مريم إلى شفشاون ومعها زوجها فاروق، اتفق على أن تلعب هي دور شقيقته. كان قد وافق على خطة مريم، وهو الآن ليس في موقع يتيح له أن يناقش أو يعترض، عليه أن ينفذ ويمتثل. لما رآها أعجبته، كانت ذات حظ من الجمال، عليها مسحة أندلسية، خجولة تتخذ وجنتاها لون الورد كلما همت بالحديث أو كلما التقت نظراتها بنظراته، وكان هو يتقن الدور الموكول إليه. كانت الخطة تقتضي أن يقنع عائشة بإسكانها في طنجة ولو أنه يقيم ويعمل في فاس. زعم أنه سئم سكان تلك المدينة، وأنه يريد لأهله أن يسكنوا مدينة هادئة كطنجة المشرئبة إلى أوروبا المتربعة على واجهة المضيق. في الحقيقة لم يجد صعوبة في إقناع عائشة، كان يعلم أن مريم زوجته إنما تسعى إلى إبعادها عنها وإلى أن تبقيه معها إلا خلال عطل نهاية الأسبوع. ذهبت مريم إلى طنجة واقترت شقة مفروشة غير بعيد عن الشاطئ، كانت شقة جميلة. في الأيام التي تلت عجلت مريم بإتمام إجراءات الزواج. بعد 3 أسابيع زفت إليه في تلك الشقة المفروشة بمدينة طنجة. كانت عائشة تحسب أنه اشترى الشقة ليجعلها مسكنا دائما لها. كانت تمضي الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة وحيدة، وكان يأتيها نهاية الأسبوع. كانت مريم تترصد الأخبار، تنتظر أن يخبرها بأن عائشة حملت لتفعل المرحلة التالية في خطتها. بعد 5 أشهر
ثبت أن عائشة حامل، كانت ذات خلق حسن، ولذلك أحس فاروق بأنه يرتاح إليها. كان انتظامه في التوجه إلى طنجة يلهب كل مرة أكثر إحساس الغيرة لدى مريم. في نهاية الأمر، أليست هي زوجته الأولى وصاحبة الفضل عليه؟ وبالرغم من أنه صار الآن ينتظر أن يكون أبا لمولود ذكر، فإن ذلك لم يغير كثيرا في سلوكه المطبوع بالغرور والتعالي، ولم يهذب لسانه. كان من عيوبه الكبرى إفشاؤه أسرار بعض من مرضاه، وهو ما حمل عددا منهم على رفع دعاوى قضائية ضده. كانت مريم تتابع عن كثب كل ذلك، بل إنها رأت في الدعوة التي رفعتها إحدى المريضات فرصة لإقناع فاروق بالهجرة إلى كندا. كانت سمعة المصحة تزداد سوءا يوما بعد يوم. كان حمل عائشة قد قطع أشواطا مهمة، وصار موعد الوضع وشيكا. كانت مريم قد وضعت في حساباتها أن تسرق الرضيع من أمه وأن تتخلص منها ولو بقتلها، ثم تسافر مع زوجها فاروق والرضيع إلى كندا ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم. كان فاروق مهددا بالسجن لفضحه أسرار مرضاه، وكانت مريم تجعل من ذلك وسيلة ضغط ناجحة عليه. صار طيعا الآن، كذلك بدا لها. مرت ظروف الحمل عادية، ووضعت عائشة مولودها، كان ذكرا، سماه فاروق عمر تيمنا بجده عمر السائد. اكتشف فاروق طعما آخر للحياة، وازداد تعلقا بعائشة. بعيدا عن طنجة، كانت مريم تسرع الخطى لاستكمال إجراءات تأشيرة الهجرة إلى كندا. بعد أيام توصلت بالرد. أصرت عائشة على أن تقام حفلة العقيقة في شفشاون في أفخم فندق بالمدينة. وافق فاروق دون تردد، بينما كانت مريم تبدي معارضتها. في قرارة نفسها كانت تخشى أن تهيمن عائشة على فاروق الآن وقد أصبحت أم ولده. بعد انتهاء الحفل، طلبت عائشة من زوجها أن تنتقل للعيش معه في فاس، بعد أن لم تظهر لها بوادر انتقاله للعيش في طنجة كما وعدها بذلك من قبل. كانت عائشة قد لاحظت أيضا أن فاروق لم يعد يأتي إلى طنجة نهاية كل أسبوع كما دأب على ذلك. لم تكن تعلم أن مريم تحاصره وتحول دون قدومه. في الآن نفسه كانت مريم تحاول أن تحد من تطور العلاقة بين فاروق وعائشة. كانت تعتقد أن إبعاده عنها سيتيح لها الحصول على تجاوبه الكامل مع خطة التخلص منها. ولإغرائه قامت بالتنازل عن كثير من أملاكها في الرباط وفي الدار البيضاء لفائدة المولود السعيد عمر. كان فاروق يخاف على الطفل إن هو أبعد عن أمه، ولذلك كان يحرص على اختلاق الأعذار لتأجيل السفر إلى كندا. سافرت مريم بمفردها إلى مونريال، حيث أودعت مبالغ مالية هامة في حساب بنكي مشترك بينها وزوجها، ثم اشترت منزلا. لما عادت أبلغته بكل التفاصيل وسلمته وثائق تخص الحساب البنكي. كان عليه أن يصدق عليها في السفارة الكندية حتى يتمكن من النفاذ إلى الحساب البنكي المشترك. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق كان متابعا انشغالاتها الأخرى لحظة بلحظة. كان موقنا بأنها مصممة العزم على التخلص من عائشة. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق صار يحب عائشة. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.